خبر المشاهدين عن الصفة الأمثية بالجوجل. أنا مسؤولة عن العلاقات العامة في الشرق الأوسط في شركة جوجل، فإحنا موجودين في 18 دولة في الشرق الأوسط، وأنا مسؤولة عن الإيمج والبي آر بتاعة جوجل بصفة عامة في المنطقة كلها. خبرينا عن المؤتمر اللي يقام اليوم للفنانة النجمة مريم فارس، وهي مثل ما عرفنا هي الفنانة العربية الأولى اللي بتفوت بهذا المجال واللي بتمنحوها لقب الأمباسادور، كيف تم هذا الشيء؟ بص، هو حضرتك احنا في جوجل احنا لفتت نظرنا ان مريم فارس ليها جمهور كبير قوي على الانترنت وخصوصا على جوجل. فاخر 2011 بنعمل ريبورت او بحث عن ايه اكتر كلمات الناس بتدور عليها على الانترنت. طلعت مريم فارس was the number one entertainer ان الجمهور في الشرق الاوسط بيدوروا عليها. فبالتالي احنا شفنا ان هي بتعمل حاجات جديده على الانترنت، بتعمل تواصل جديد مع الجمهور بتاعها، فاحنا بصراحه كنا عايزين نعمل معاها بارتنرشيب. فكلمنا مع مريم على جوجل بلس هانج اوت امباسادور. النهارده احنا علينا الخبر ان هي السفيره بتاعتنا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وبالتالي يوم الجمعه الجايه هي هتعمل هانج اوت مع الجمهور بتاعها من دبي عشان عندها كونسرت هناك، ودي اول سيده تعمل جوجل بلس هانج اوت. واحنا بنتمنى ان احنا نكبر مع مريم ونشوف الجمهور بتاعها ممكن هي تعمل تواصل معاهم بعد كده وقدام، ودايما هي بتاخد الخطوه الاولى في الانترنت. لقب السفيرة مدى العمر حيكون ولا في فترة محددة تتكون في فنانة أخرى بديلة عنه؟ احنا ما فيش خطة دلوقتي ان احنا يبقى عندنا سفراء تانية، احنا عايزين ده فقط لمريم دلوقتي، واحنا هنكبر معاها وهنشوف معاها هي عايزة تعمل ايه، وخصوصا بالتول بتاعت جوجل كل يوم في حاجة جديدة، فاحنا عايزين نبتدي الشركة دي مع بعض ونشوف السنة الجاية لنا ايه ان شاء الله. محبي مريم مثل ما قلت كتار، اللي بحبوا يعرفوا اكثر عن خدمة جوجل بلس وكيف ممكن يكونوا من المحظوظين تيكونوا بين هالتسع الاشخاص اللي بتنقوهم كل فتره لحتى يتواصلوا معها، فشو بتخبريهم كيف ممكن يتواصلوا معكم؟ علشان يخشوا على جوجل بلس هانج اوت الاسبوع الجاي لسه فيهم فرصه، هيخشوا على الصفحه بتاعت مريم على جوجل بلس، يخشوا على google.com ويكتبوا مريم فارس جوجل بلس بيج، هيلاقوها. يو هاد تو اد يور سيلف او زودوا نفسكم على الدايره بتاعتها، وبعدين هنختار تسعه لازم تملوا الفورم، ويا ريت تبقوا معانا. وبعدين دي مش اول هانج اوت مريم هتعملها، هتعمل ثاني وثالث ورابع وكذا. اذا حكينا كنجمات عالميات، من هي النجمه العالميه اللي هي سفيرتكم؟ عم نحكي من نجمات هوليوود يعني. والله دي اول مره نعمل سفيره جوجل بلس هانج اوت. انا عايز اقول لك مميزه الشرق الاوسط ان احنا عاملين الفكره دي فكره جديده جوجل ما عملتهاش في العالم خالص. الجوجل بلس هانج اوت تحديدا اللي اتعمل في العالم كله قليل جدا، ليدي جاجا، بريزيدنت اوباما، ذا دالاي لاما، وديفيد بيكهام، وعمرو دياب من الشرق الاوسط بس. فهي مريم از جوينينج يعني ا فيري سمول اليت جروب الناس اللي عملوا الهانج اوت دول. بعد ما انتهى المؤتمر ونحن كنا مسك الختام معك، خبرينا شو الانطباع اللي تركتك هالمؤتمر اليوم؟ انطباعي كان صراحه شفته انت اول ما انا وصلت، وشفت هالعدد الكبير من الصحافه اللي انا بفتخر انه ليوم من الايام كل واحد كتب عني انا بفتخر فيه. الصحافه وخاصه الصحافه اللبنانيه اللي كانت من اكثر الناس اللي دعمتني بشغلي، بشكر وجودهم ووجودكم، وحدث بالنسبه لي كثير مهم. منه هين انه جوجل هالشركه العالميه تحطك سفيره للشرق الاوسط وشمال افريقيا، مسخره كثير كبيره لإلي، بس بنفس الوقت هو منه مجرد لقب، هو تطبيق اكثر على ارض الواقع. مها ابو العينين اللي كانت موجوده معنا اليوم بالبريس كونفرنس، سمعت تهنئه حلوه كثير منها عم بتقول لي انه قديش هن عاملين بريس كونفرنسز من قبل، هيدا احلى بريس كونفرنس كانت شيء. سيدة مها ابو العيون خبرتنا تفصيليا عن الجوجل بلاس وعن الهانج اوت اللي بيصير نهايه الشهر الحالي، ولكن السؤال انت كيف عم تتحضري لتجربه اولى حتقومي فيها ب 30 مارس الحالي بدبي؟ هو بلشت الاستعدادات من اول ما افتتحنا جوجل بلس، يعني صار عندي اكونت باسمي للفانز لحديت هلا. هذا الاكونت فيه اكبر عدد من الفانز بالوطن العربي، اكبر اكونت.
بلشت هون بالاكونت. ما في تتخيل قديش الفانز متحمسين ل 30 الشهر، قديش الفانز عم اذا بدك يتنافسوا مين بده يكون ب 30 الشهر. وانا كثير محمسه لاعرف شو انطباعاتهم، تعرف لاسمع كل الاسئله تبعيتهم وجاوب على كل الاسئله. واهم شيء انه مش حاطين لهم وقت معين، مفتوحه لكل الفانز يسالوا قد ما بدهم اسئله. فمحمسه ومحمسه اسمع انتقاداتهم كمان اذا في انتقادات. مريم، قد ايه بتعتذري انه انت الفنانه العربيه الاولى اختارتها جوجل تكون سفيرتها وينضم اسمك الى اسماء الكبار بالعالم مثل محافظ الألعاب رئيس الأمريكي أوباما، ليدي غاغا، بيكهام وكتار، وعرفنا أيضا كمان من المرشحين النجم عمرو دياب. مزبوط، كان عمرو دياب عرفت أنه عنده تجربة بالهانج أوت مش من زمان. جمع اسمي هالسنة مع فنان عمرو دياب بأكثر من صدفة إذا فيني أقول. بتمنى أنه عمرو دياب كمان يكون يحصل على التايتل السفير جوجل هانج اوت بالشرق الاوسط مثل ما انا حصلت على هذا اللقب، لانه بيستاهل انه كمان هو يمثل جيل معين او يمثل كمان الفنانين. يعني لحديت هلا انا بالشرق الاوسط عم مثل الفنانين والفنانات، ليش لا، بحب انه يكون معي حدا كمان يساندني وايد بايد لحتى نوصل لمطارح بعد متقدمة أكثر على الإنترنت. أكيد زميلاتك وزملائك حيحبوا هالتجربة، فبما أنه أنت سفيرة للجوجل بلاس ممكن تساعديهم بالموضوع تيكونوا موجودين ويكون عندهم اتصال مع الفانز مثل ما بيصير معك أنت بالهانج أوت؟ أكيد رح ساعد الكل، إيه. عن جد جميل كثير أنك تكون سفير شيء بوطنك، خاصة أنه اسمي عم ينجمع مع أسامي مثل ما قلت كثير كبار، من ليدي غاغا لبيكهام لأوباما. أسامي كتير كبار، بعتز انه ينحط اسمي على جوجل كامرأة لبنانية وكفنانة عربية، انه ينحط اسمي بين هالاسامي الكبار. واكيد اكيد اكيد انه انا منه رح ياخذ التايتل بس لانبسط فيه، لا ابقى انبسط فيه، لا اشتغل عليه. ولا اكيد من عبر شاشتكم اليوم اول مرة رح ادعي كل الفنانين انه ينضموا لجوجل بلس، لانه هي المستقبل. ولا الهانج اوت، لانه هيدي بعد دراسه اجرتها جوجل عرفت انه هيدي واحد من متطلبات الفان. خلينا ننتقل من التكنولوجيا للامور الفنيه الخاصه فيك، الامور اللي بتقدميها، وهي هي الامور اللي خلتك توصلي للي انت فيه اليوم، وروح لعلاقتك بالموزع الموسيقي والملحن جوماري ريش. وانا بعرفها قديش كانت قويه، احلى نجاحات عملتيها انت وياه ومن الاستوديو الخاص فيه. هل انت على خلاف معه لحتى موضوع اغنيه شو بحب كبر هالقد وصل الى القضاء؟ سؤالك هيدا بخليني اعرف انه حس انه ايه في شيء غلط، انه ليش هيك صار بالوقت يلي كانت علاقه اكثر من جيده. هو اختار هالطريق وانا ود بلاجر بمشي فيها، لانه ما بقى فيني اتراجع لورا. اكيد علاقتي بجان ماري كانت احسن من هلا، بعتبر بيني وبين حالي، بغض النظر هو شو بفكر. الأغنية صار عليها لغط على لحنها، إن كان بيشبه ولا ما بيشبه هذا الشيء لا بيعنيني ولا بيعني السيدة ماجدة، هذا الشيء بيعني الملحنين بين بعض. فجان ماري ملحن الأغنية كان مفروض يحلها مع ملحن الأغنية مش مع مؤدية الأغنية. اللي صدر منه كان مش من توقعاتي. نجاحك باللهجة الخليجية هو اللي خلى الخليجيين أنهم يطلبوا منك تقومي وتعطي صوتك بتجربة أولى لشارة مسلسل مساكن البنات. محطة ام بي سي علاقتي كثير حلوة أنا وياهم، عرض علي الفكرة والفكرة بعدها عم تندرس، لأنه بالنهاية أنا لما بدي أعمل أغنية مش بالسهل علي إنه أغنية هيك ونغنيها ونسجلها، محسوبة علي. فاللحن عم ينعاد وينعاد ويتغير ويتعدل، إن كان يعني جلساتي مع أستاذ عبد الله القعود معروفة إنه نحن بنحب نوصل آخر شيء عن جد لنقدم شيء بيرفكت أو قريب من الكمال. بتلاقينا على طول مفتوح التليفون ساعات وعم نغير بالالحان ونجرب نعدل. فبعد الاغنيه ما ولدت، يوم فاجئتوني انكم عارفين فيها،
الأغنية بعد ما ولدت، بس إن شاء الله إن شاء الله إيه إن شاء الله بيكون هذا العمل حلو وبتم والناس بتحبه.